هاي دفاتر الضرائب كلها قدامك فتحي بيك. هاي لباد قدامك بتعلمه كل شيء. أمرك فتحي بيك. رح نحط ايد بايد ونشتغل كلياتنا. يا ريت يا خالتي يا ريت، والله كنا بعاصة المصاري. خالتي قديش رح يطلع لنا مصاري؟ خالتي ام عيسى نحن مو بعاصة مصاري، نحن عم نتعلم لنضيع وقت. ثانية خانم، انت اذا ما بدك تشتغلي تصطفلي. ايه ما بدي، بس بدي اتعلم الخياطة. رح علمك الخياطة. خالتي شكل الخرز بيوجع العيون. لا خالتي. المهم امتى فينا نبلش شغل؟ من اليوم اذا بدكم. والخياطة؟ رح تتعلمي خياطة لا تخافي، بس إذا بدك تضلي تنقي هيك لبقى تجي لعندي. ها ليشك عم تحاكيني خالتي ميسا؟ شلون بدي حاكيكي سنية خانم؟ شو نسياني مين أنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلياتنا ولاد تسعة. ها ولاد تسعة ولاد عشرة ما بصير تحاكيني هيك. استغفر الله العظيم. هات لنشوف شو عم يصير بالحرارة. طب صديق ما بصير شيء، كله أكله الفقر والتعتير الله وكيله. أها بس إيه بس يعني ما عم تسمع لك شغلة من هون من هون. صايبني الطرش هالأيام، إذا أنت عم تسمع أنا عم بسمع. أيوه. طيب هو ليه؟ والله كنت جايب بالحديث هذا اللي طلع معك هلا. كسرية؟ ايه كسرية اشتريت لك يا قصدي اشتريت لك يا تشتريك. لا تشتريك تشتريك العافية لا تواخذنا. ارجيني لشوف. يلا منيحة. اهل شعره من راسي. اهلين ابو رياض. اهلين راسي والله. اهلين ابو سردي. اشرب شاي برد. جبنا واحدة تانية. فارس قولتكم مين رح يتجوز ابي؟ ايه ما رح نخليه يتجوز. دخيلك يا ليلى كأنك ما بتعرفي لأبوكي. ليش طالع بإيدنا نعمل؟ ولي على حظنا اللي معتر، لسه ما لحقنا نفرح بالشغل إجا أبوكي وعتر علينا مثل عوايده. آخ على هالحظ. بتعرفي شو؟ أنا رح روح عند مرت عمي وحاكيها. إيه مو لا تعرفي مين هي بالأول قبل ما تحاكيها؟ دخيلك معروف مسواق أبوكي. مين بدها تتجوز لأميمي يعني؟ شو بده هذا عمر؟ ما بعرف. هذا شريف ابن عمي جاب لنا لحمة. ألف الحمد لله. يلي حامل هالبيت تعي العافية. الله يعافيك يا بي. شلون رزق؟ حشيش يا بي كله حشيش. والعياذ بالله. وهذا كل اللي طلع من الأرض. بس هدول؟ بس هدول. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بي الأرض صار دحراتي كلها. لقبلنا لنا المصاري. ما بعرف دبر حالك يا بي. شوف أبو سعيد. لك هاد المنشئ